كينيا تقع في أفريقيا، وهذه أكبر بحيرة في أفريقيا، اسمها بحيرة فيكتوريا، ليك فيكتوريا. ليك فيكتوريا. ليك فيكتوريا هي رابع أكبر بحيرة في العالم. رابع أكبر بحيرة في العالم تقريبا. أنا أيوة هذا أسمع. أيوة. أيوة. عدد السكان في كينيا حوالي 50 مليون. أكبر مدينة هي العاصمة نيروبي، ونحن الآن عند فيكتوريا قريب من كيسومو. أيوة. هذه ثالث مدينة تعتبر في كينيا. أيوة. نعم. وثاني مدينة هي مومباسا. وتواجد المسلمين أكثر ما يكون في مومباسا. نعم. جزاك الله خير.